يخالف المعدود. عدد من 13 إلى 19 يخالف المعدود. أفاد العقود من 20 إلى 90 و100 والألف لا يتغير لفظها مع المعدود. المعدود وألفاظ العقود لا تتغير. من 20 إلى 90 ألفاظ العقود من 20 إلى 90 و100 والألف لا يغيرون لفظها مع المعدود. لفظ واحد مع الذكر والمؤنث. مثال: 20 تلميذا. 20 تلميذة. حسنا، ذلك هذا يكفي، جزاكم الله خيرا. المعدل لا يتغير أبدا. الآن سوف ننتقل إلى صياغة العدد، وأرجو منكم أن تأخذوا هذه على محمل جيد وأن تكتبوها في دفاتركم. أي معلومة سنقولها على صياغة عدد يجب عليكم أن تكتبوها كقاعدة، وسوف أرسل أيضا كل أي حاجة أنصفتكم قاعدة لها باش تفهموها وتكتبوها عندكم في الدفتر، ونحتاجوها إن شاء الله في الإعراب. ألفاظ العقود من 20 إلى 9 والمئة والألف لا يتغير لفظها مع العدد. دابا نشرح لكم أنت. يصاغ العدد المفرد على وزن الفاعل ويدل على الترتيب نحو الثالث الرابع والخامس في هذه الحالة يطابق العدد المعدود. مثال، غادي نقول لكم واحد المثال: قرأت القصة الثالثة على شكل فاعل، وزن فاعل، أو رأيت الطفلة الثامنة. فهم؟ شكون يقدر يعرف لي هادي؟ عندكم واحد، عندكم واحد 5 دقائق تعرفوا لي هادي. قرأت الكتاب السادسة. نعود، قرأت الكتاب السادسة. قرأ فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. السادسة معج تابع لمنعوته بإعرابه. قرأت الكتاب السادسة. قرأ فعل ماض مبني على السكون والتاء متحركة في محل رفع فاعل تقديره أنا. كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. السادسة ماد تابع لمنعوته في النصب. إعراب: اليوم 24 ساعة. اليوم 24 ساعة. يلا شكو الجواب على الضيق، عندكم 3 دقائق باش إلا عندكم شي غلطة تصحوها ونديركو، المهم قراو ديك القاعدة اللي صيفط لكم باش تشوفو باش كيفاش غيكون وكيفاش. حفصة، اليوم هذه جملة اسمية ياك؟ اليوم مبتدأ مرفوع على مترفع على آخره. 4 هي خبر مرفوع على مترفع على آخره. واو العطف. 20 معطوف على سابقه تابع له في رفعه وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. غادي تشوف القاعدة ديال ألفاظ العقود وديك فهمتي ألفاظ العقود. غتمشي للقاعدة اللي درست لك دابا ديال ألفاظ العقود، غتشوف هذا هي اللي قصر لي هنايا. ساعة تنتمي منصوب على منصب الدهر. اليوم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. خبر مرفوع بالضمة
بضمات الظهر على آخره. الواو واو العاد. 20 اسم معطوف بالواو جمع مذكر سالم. عدود منصوب بالضمة منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. اليوم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. 4 خبر مرفوع بالضمة الواو واو العطف. 20 اسم محذوف بالواو لأنه جمع مذكر سالم. ساعة المعدود منصوب بالفتحة. واحد ملاحظة، الفرد عقود 20 30 50 70 هادو كيف يقولوا مرفوع بالواو ولا منصوب بالجر لأنه ملحق بفتح المذكر السالم ماشي جمع مذكر سالم. واخا الإعراب ديالك مزيان ولكن وصلتي ساعة وأنت تخبخيها. ساعة هي تمييز منصوب والعلامة نصبية لفتح الدال على آخره، لكن التمييز كيكون صوب صافي يكون المعدود مفردا منصوبا. لا هذا 20 هي معطوف هيك على سابقه تابع له في رفعه وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجان متكر سالم. رجع القاعدة بصفتك غتلقاها فيها ألفاظ العقود ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء لأنها ملحقة بجمع متكر سالم. رجع القاعدة لصفتك راكينة فيها راكينة في هذه حصة مزيانة غير خاصك تكمل الإعراب ديالك. تقول مثلا مرفوع على مرفوع على مرفوع آخره خبر مرفوع على مرفوع وهو العطف 20 معطوف معطوف تابع ردي معطوف على سابقه تابع له في علامة رفعه أو تقول اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع متكر سالم. حيت هذه ضرورة تقول كسفت لكم القاعدة ديالو ديال ألفاظ العقود. المهم الحصة اليوم السادات حيت اسمحوا لي عندي واحد السؤال باش نقضي. المهم وأنا بسبب ديال الساعة الاتصال ديال الصديق ديالكم هو اللي خلانا نوصلوا لهذا الشيء اللي قدرنا، ولكن كنتمنى هذا الشيء ما يوقع مازال. المهم عندي واحد الحصة مازال ديال هذا الإعراب نديروها ان شاء الله. ودابا اللي فهم شي حاجه ان شاء الله الحصه الجايه غادي يقولها. وكنتمنى لك التوفيق، كنتمنى لكم التوفيق. يلا دابا سير تاع واحد شويه ارتاح واحد الساعه يسجل لعب واش تقراو مع اللوحه ان شاء الله. يلا